اثنين وتاخد عليهم واحد. يا ابني انا توبت وبسرع عشانك انت. سرقتني ازاي؟ بص بقى شوف الخطه. خدت في ايدي بطيخه وانا داخل، اول ما دخلت فضيت كل الجواح، حطيت لب البطيخ في جيبي عشان تبقى فاضي اشيل اللي انا عاوزه. تحط في البطيخه المسروقات؟ اه. يا ولعبان بس دي يا دوب تشيل شويه رصاص. مين قال لك؟ ده انا مهرب فيها دبابه وكيس زبيب. دبابه جوه البطيخه؟ وكيس زبيب. انت تقرب لواحد اسمه ابو العربي؟ الفشار ده؟ اه. ابويا. عرفتك. كمل كمل. ما قربتش طياره جنب الدبابه؟ طياره جوه البطيخه؟ ايه الاوفر ده؟ لا دي هربتها في جيب الكلسون اللي ورا. طب ما هربتش غواصات قبل كده؟ لا يا عم دي كبيره عليا دي. ليه يا عم؟ تعالى وانا ما بعرفش اكذب. اقول لك يا سلام، تجيب فراولايه ما تاكلهاش وتجيب تفاحايه وموزايه ومانجايه تقطع كله شوب فخفخينه تقعد برينس. والغواصه؟ ما تفكر بقى تسرقها زي وانت بتشرب. مش عملت لك فخفخينه؟ انت بتهزر بقى. انا قاعد عملته عشانك. عملت ايه عشاني؟ عملت ايه عشانك؟ ما انا طالع بالبطيخه كشفوني ضربوا عليا نار. اسكت. لا ما سكتش. رحت ماسك البطيخه عاملها كوزه طلعت الدبابه رميت لها اللب. هي تضرب وناكل في الزبيب. هي تضرب وناكل في الزبيب. هي تضرب وناكل في الزبيب. وعملت ايه؟ قلعت النضاره 3 دي واستمتعت بالفيلم. كده والله انت جاي تشتغلني يا معلم. ليه يا عم؟ انت جاي تجيب لي سلاح ولا جاي تقعد تحكي لي قصص خرافيه؟ بص بقى ده انا جبت لك نقاوت الغالي. وري ايه ده؟ امسك ايه ده؟ ايه ده امسك يا واد ما كده يا واد. ده اللي هقتل بيه. لا ما تقتلنيش كده اخش النار. ليه؟ جيبي مليان افيون لسه ما وزعتوش. يا عم انا ما بيعرفش يضرب نار. يا نهار استغفر الله العظيم. انت جاي توب هنا؟ انا مال انا ما بيعرفش يضرب نار اعمل ايه؟ مش تقول يا عثمان. بص انا ابعت لك واد خلاصه يجيب من الاخر. تمام. يقعد هنا في وسط الزباين عيونه خضره لونه ابيض شق اللفت شعره اصفر. تمام. تقول له كلمه السر يضرب. وايه كلمه السر؟ حكوره. اقول له حكوره يخلصني من خليل باشا على طول. آه. هل بت انت عايز تقتل خليل باشا ليه؟ خليل باشا ده كان معذبنا كلنا انا والعيله. انت فاكر ابويا ده كان اسود نوبي؟ امال كان اسود برباط؟ انت هتهزر على ابويا؟ لا ده انا واخد بخاطر ابويا. مات. هو كان ابويا بيضاني كل يوم يربطه في الشجره يقعد يدهنه شوكولاته يدهنه شوكولاته ويقعد يلحس فيه هو واهل البلد. هو الراجل اللي كان بيضان شوكولاته ده ابوك؟ انت تعرفه؟ ما انا لحست معاهم. سامحني يا عثمان. الله يرحمك يا ماما جيرسي. ماتت؟ لا ساحت. ما سابتلكوش حاجه؟ سابت لنا الغلاف. معلش معلش ما انجلكش في حاجه وحشه. صاحب واجب يا معلم. مش انا حضرت الدفنه بتاعت امك؟ طب كانت فين؟ كانت في مقابر الكيت كات. والله طول عمرك صاحب واجب يا معلم. حبيبي حبيبي يا عثمان. بقول لك ايه يا عثمان؟ ما تعرفش ميكانيكي قريب هنا؟ ليه العربيه باظت؟ لا الطياره الهليكوبتر بتاعتي المروحه بتاعتها عماله تزن هشيلها. طب ودي هتطير ازاي؟ هتطير من الفرحه. يا معلم سي يو عثمان سي يو. انت يا ايه انت سبتني بعد ما خرجت؟ انا مش عايز اكمل في الخواجه. ليه والله ركز فيها تعملوا سينما. والله العظيم طول ما انا جنبك ما امثل غير هنا. سينما ايه؟ اتنقل على عينك. انت ركز بس فيه. ركز. طب ما عايز تشتغل ايه؟ اشتغل مطرب بقى. ده منظر مطرب. انا والله مطرب. طب سمعني حاجه. اسمع دي. الله. سمعني حاجه تانيه في قوه دي. اسمع دي. دي الجديده. لا دي عدت كوبليه كذا مره فعملت نوع من الرخامه. اثر شويه. اثر. اسمع دي. ها ايه ده؟ انت كلمات اغانيك تحفه. انا مشكلتي ان انا بتعامل مع مؤلف اخرس. بس مش عايز اقول له عشان نفسيته يعني. انت جاي تعمل خير وتعرفني انا صح؟ اعمل ايه طيب؟ الراجل بيكتب كويس بس ما بيكتب يعني. انا عرفت انت بطلت غنى ليه. ليه؟ ما انت بتنزل البومات فاضيه حد هيشتريها. لا 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 لا, لا ما ده انا الطرش كلهم بيحبوني. اقعد ساكت. مين طرش؟ مفيش اطرش ما بيسمعنيش. انت هتقرفنا. انت عايزني اعمل لك ايه دلوقتي؟ روح ولع اليافطه بتاعت الكباريه. الفرقه جايه اللي انا جايبها احسن فرقه في مصر. انا هولع في اليافطه وفي الكباريه عشان نخلص. اه والله ماشي. يلا جايب فرقه انا على حسابي. انا مش عايز اشتغل الشغلانه دي يا خالد. لا يا رب الفرقه تخش اللي انا جايبها يا رب. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. لما اقول لك تغني تغني ما تقرفنيش من اول دلوقتي.
ماشي لسه الفقرات جايه. اوكي ماشي يا حبيبي. اوكي حبيبي مش هيبقى تبقى طويل كده والدك في الحه. نايل على عينك. مين انت؟ انت كمان؟ انا اسمي نوال. ده انت شارع عظيم عندنا في الدقي. وعلى كده بقى في اشارات؟ اصلا انا بعشق الانتظار قوي. انت بتعشق السفاله، ابعدي عني. ومالها السفاله؟ مش احسن ما اعمل حاجه عادي يا اخويا؟ ايه ده، دي مغفله دي ولا ايه؟ تعالى يا عم صبيح الباقي يخشوا. ادخل يا عم صبيح. انت عارف يا ولد، عارف يا حامد يا ابني، انا شفت الطيار اللي ضرب القنبله على الكازينو، لمحته بطرف عيني كده ابن الذين. ده تعرف ده يبقى مين؟ مين؟ ابن خالد هتلر مباشره. هتلر مين يا عم صبيح؟ الراجل اللي بيحط دبانه كبيره تحت مناخيره ده، عارفه؟ شفته بعينك؟ بعيني والله، بعيني يا حامد شفته. والله. والله العظيم الراجل من كتر الكذب وحلفانه الكذب ربنا شفط نظره. يقول لك والله شفته، هو اساسا مش فاهم هو فين. على فكره ده مش اعمى. امال ده ايه؟ ده كفيف. كفيف؟ اقول لك بقى كفيف ازاي. ازاي؟ كنا في خناقه، حد اداله كف، من ساعتها بقى كفيف. اوه شت شت الحزام على وسط الخير وليك ايدك. يا حول الله، انا اللي بجيبه لنفسي، انا جاي فرقه تشلني. بس اعمل ايه؟ عادوا. يلا انا عايز فرخه يا جماعه في الكباريه، عايز فرخه، عايز فرخة؟ سعاده، اغاني. اغني لك حاجه فيها فرخه؟ ايوه تعال. يلا بتعرف تغني انت؟ عيب عليك، هكتب يعني. ماشي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا امك غلينا حاجه بالنهار. يا ليل يا الساعه بقى الفجر هيدم بسبب. احنا لسه في اول الليل. غلينا حاجه بالصبح. حاضر. يلا. اديك في الارض اتفحر. ودي أديك من أجلك هذا، وديك وتقول لي لماذا. الله، انت عمال تقول لي أديك، انا مش قادر أديك. طلباتك كتير انت. معلش. طلباتك كتير قوي. معلش اعذرني. طب كويس، بس انا عايز فرخة. كل اللي يا رب تموت فيا، ليه يا رب خلقتني اموت؟ ليه؟ ازيك يا بنت انصاف؟ الحمد لله على السلامة يا ناصح. الله يسلمك، العمدة جه ولا لسه؟ اي نار عليك كده يا اخويا، وكل شوية بيسأل عليك. طب بقول لك ايه؟ قول. اسبقيني على المخزن عشان اجي اوريك الساعة وهي بتنور في الضلمة. عينيا. طب وانا يا ناصح مش هتوريني الساعة اللي بتنور في الضلمة؟ يا بنت انا بخاف من الضلمة اصلا. اقعدي. فين يا جدعان صاحب الكباريه ده؟ تعالى يا حبيبي. تعالى يا ناصح يا نصاب. انت مين؟ انا مين؟ انا الخواجة صاحب الكباريه. الخواجة مين؟ انت اسمك ايه؟ الخواجة كاريوكي. كاريوكي؟ اه. طب سمعني حاجة. لا كاريوكي موسيقى فاضية ما فيهاش حاجة. سمعك ايه؟ طب انا بقى ناصح. ناصح ايه؟ ما تعملش ناصح عليا. لا يا حبيبي، لو انت ناصح فعلا بحق اثبت لي. اثبت لك؟ مين بطل الدوري؟ الاهلي. ده في المستقبل، احنا زمالك. الزمالك بطل الدوري. يا عيني. يا عيني عليك. اهو. طيب بتروح الاستاد؟ بروح الاستاد كتير جدا. وبتقعد مع الجمهور؟ طبعا. طب غني لنا حاجه. اسمعك حاجه من الاستاد؟ يلا. والنبي يا حاج والنبي. اي فرقة. امتى الزمالك يكسب يا جميل؟ واعود معاك في الدال دايمين. امتى الزمالك يكسب يا جميل؟
ابني انت شايل الهم وجاي تركبوني؟ انا مالي الزمالك يكسب ولا ما يكسبش، انا عايز فرخه في الكباريه. خلاص يا عم صب لي كاس. كاس مصر ولا السوبر؟ لا صب لي الدوري. لا للاسف انا الدوري ما بصبهوش غير لأهلوية. على فكره بقى الزمالك قادم. ايه؟ الزمالك قادم. الزمالك ايه؟ والله العظيم الزمالك قادم. قادم من ايه؟ من هنا. طب ابعد بقى لا يدوسوا علينا، ابعد بسرعه هيرخم. وانت يا بنت عامله ايه مع هتلر؟ يا لهوي ما تفكرنيش، هو في زي هتلر وجمال هتلر؟ تخدوده حمر وشعوره صفر وعيونه خضر. ما تدقلنا حاجه يا قشمون. يلا يا فرقه. عيون حبيبي خضر وخضر مرمر، وخدود حبيبي حبيبي حمر وحمر مرمر. عيون حبيبي خضر وخضر مرمر، وخدود حبيبي حبيبي حمر وحمر مرمر، وشعر حبيبي صفر وصفر فر 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 يا اخويا فر 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 يا اخويا يا اخويا فر فر. ساعة ما اشوفه فايت عليا اقول يا ريتني.